ثانيا تواصلت مع السيد العميد قاسم القاسم مدير معبر باب السلام الذي أطلعني البارحة على أن الموافقة وصلت لثلاثة معابر. موافقة من أنقرة للمعابر الثلاثة، جرابلس، معبر باب الهوى، ومعبر باب السلامة. وقال أن التفاصيل ستظهر اليوم الأربعاء أو الخميس، وكون كل معبر يخضع لوالي مختلف عن والي آخر فقد يكون هناك اختلاف بسيط في التوقيت. لذلك سيعلن كل معبر على حدة عن التفاصيل الخاصة بزيارة العيد، عيد الفطر سعيد السوريين المقيمين في تركيا والراغبين بقضاء إجازة العيد في تركيا سوريا. طيب هنا سيد يوسف، بالنسبة لي يعني مواكبتكم لهذه المواضيع ولهذه الإجازات، كم تقدر أعداد السوريين الذين ينزلون ويقومون بالزيارة للأراضي السورية لزيارة ذويهم في الأعياد السابقة، وكم متوقع في هذا العيد؟ يعني في الأعياد السابقة وصلت الأرقام إلى 100,000 يعني، وتجاوزت 100,000، لكن هذه السنة هناك إقبال شديد من الناس لقضاء إجازة العيد من خلال الطلب الزائد على والإصرار على متى ستطلق إجازات العيد، نرجو أن نذهب إلى سوريا، نبحث عن روابط جديدة. هذا الإقبال الشديد إن دل يدل على أن الناس قد تفكر في هذه السنوات في 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 البقاء في سوريا من الناس الذاهبة، كون السنة الماضية هناك أعداد كبيرة بقيت هناك في الأراضي السورية أثناء قضاء إجازة العيد ولم تعود إلى تركيا. بالنسبة لي يعني الخطوات التي يجب أن يخطوها الزائرون، ما الذي يجب أن يفعلوه؟ ماذا بالنسبة للحجوزات؟ هل هناك طريقة معينة؟ ماذا عن التفاصيل؟ لم أكتفي بالاتصال برئيس معبر باب السلام السيد قاسم القاسم، وإنما اتصلت أيضا بالناطق الإعلامي لمعبر باب الهوى السيد مازن علوش، والذي أبلغني أنه لا تفاصيل الآن، وأنه أيضا الجانب التركي وافق على إجازة العيد. اتصلت بالناطق الإعلامي لمعبر جرابلس الذي أكد لي أيضا موافقة الجانب التركي ولكن لا تفاصيل. إذا ما أريد أن ألخصه وأصل إليه الآن أنه لا تفاصيل حول طريقة حجز الموعد لزيارة إجازة العيد، وإنما نستطيع أن نقول الآن بتاريخ 15/5/2019 إلى هذه اللحظة ما لدينا من معلومات يقول أن السلطات التركية وافقت على إجازة العيد فقط، وننتظر التفاصيل الثلاثة من إدارة المعابر التي تجري ما زالت تجري محادثاتها مع الجانب التركي. بالعادة كيف كان يتم التقديم؟ عادة كانت أبكر من هيك، يعني تكون في 10 رمضان في 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 10 رمضان 7 رمضان 5 رمضان تبدا تفاصيل الخروج، لكن هذه الايام تاخرت. اصحاب بطاقه الكملك كانوا بامكانهم حجز الدور لهم ولافراد اسرتهم والتوجه الى دائره الهجره والحصول على اذن سفر داخلي للتنقل ضمن المدن التركيه للوصول الى المعبر، وبعدها اختيار العوده اثناء على المعبر. وبالنسبة للمجنسين هنا الذين يحملون الجنسية التركية بعد تجنيسهم، ماذا عنهم؟ هل يحق لهم الدخول إلى الأراضي السورية أم ماذا؟ في الأصل المجنسين لهم هذه الفرصة مفتوحة دائما طوال السنة عن طريق معبر قرقميش الذي يوضع عند السوريين بمعبر جرابلس، فعليهم مراجعة المعبر وإبراز الجنسيتين الثنائيتين أو إبراز الأصول السورية لهم، وهناك نوع من الأوراق والمعاملة يقومون بها ويستطيعون الدخول إلى الأراضي السورية 15 يوما. جميل. أما هذه المعابر هي مخصصة لمن يحمل الكملك بطاقة الحماية المؤقتة. معبر جرابلس يعمل للمجنسين ولغير المجنسين، لكن المجنسين فقط يستطيعون عن طريق معبر جرابلس، أما المعابر الأخرى فهي ما زالت تعمل على الترانزيت وعلى الزيارات وعلى الحالات المرضية العاجلة التي تأتي من الأراضي السورية، وفي الأعياد تعمل مع السوريين.